هل جهاز التلفزيون يدخل ضمن التصوير؟ حيث أننا سمعنا فتوى في الأسبوع الماضي أن تصوير الفوتوغرافي ما لم يكن لصورة فهو حرام، أم أن ما يعرض في هذه في هذا الجهاز من برامج سيئة هو الحرام فقط؟ كل التصوير محرم، كل التصوير محرم ضرورة، كل التصوير محرم إلا ما دعته الله. يا شيخ جزاك الله خير. نعم. البيت اللي فيه تلفزيون، تصوير ذوات الأرواح، البيت اللي فيه تلفزيون ما تدخل الملائكة؟ لا، صورة هذه ما تستغرق، صورة فيه ما تستغرق، ما فيه بخلاف الصور المعلقة على الجدران هذه اللي تمنع دخول الملائكة. أما الصور التي في التلفزيون تروح، هذه تفتح وتروح ما تستغرق. جرائد المجلات. وأما الشيء الصور اللي في البصق ونحوها هذه ممتهنة لا تمنع، أما الجرائد لا، الجرائد يأخذ منها حاجته ثم يحفظها كان فيها فائدة ولا يحرقها ويدفنها. بعض المساجد تجد فيها مناديل فيها صور، بعض المناديل ثلاثين فيها صور، إنسان زي في المساجد يفتش الملائكة. هذه ممتهنة، هذه ممتهنة، هذه تمسح بها الوجه واليد وتمتهن مثل بساطة ممتهنة. بس بعض المناديل ما فيها شيء، ما توضع إلا للامتهان، موضوعات للامتهان.